طيب أبو بكر مهدي، احنا ربنا كرمنا بيه، بس طبعا في الاول وفي الاخر البركة فيك. انما انت لما دخلتين قدامي اكيد كنت بتوصيح عليا، اتكسفت تتكلم قدامي، ماني عارفك طول عمرك حسيس وكبول. ايوه زينب، ما صدقت معايا تليفون بقى وهتكلميني كل شوية. لا لا يا حبيبتي، انا بس اصلي سايق مش عارف اكلم وانا سايق. امسكوا لك انا يا دكتور، اتكلم براحتك. طيب ايوه انا معاك اهو يا زينب. لسه قاعده فاضيه برضو؟ انا عارف انك بتذاكري وهتسبق الكليه كمان. لا انا دي ضامنها، انا مش قلقان من كده، انا بس عندي ليكي مفاجاه. لا 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 انا مش هقول دلوقتي، مش هينفع. لا انا هعدي عليكي بعد ما اخلص البرنامج. لا ما ينفعش يا حبيبتي، امال مفاجاه. رضوان والنبي هات لي الكرافته الحمراء من الكيس، الحمراء المنقطه باصفر. لا لا انا معاك يا زينب. ايوه حبيبتي ما اقدرش دلوقتي، عايز الحق الهوا، نفسي مره اوصل بدري، الراجل المخرج هيجي له ضغط مني. يلا يا حبيبتي مع السلامه. مع الف سلامه. خلاص خلاص يا رضوان، خلاص خلاص، شيل بقى. ايوه ايوه خد. ربنا يخليلك يا دكتور وتفرح بيها. اهلا بكم في الطريق الوحيد، واول كلامي سلام. طبعا كلنا بنخاف من العدوى، يعني لو واحد كان شارب من الكوبايه دي عنده مرض معدي تبقى مصيبه، لو واحد عنده انفلونزا كلنا نهرب من قدامه عشان ما ناخدش الدور. لكن هل كل انواع العدوى مكروهه؟ لا طبعا، في انواع عدوى محبوبه، زي عدوى الضحك مثلا. لو انت قاعد تتفرج في المسرح هتلاقي الضحك، تشوف نفس المسرحيه في التلفزيون وانت قاعد تتفرج لوحدك، اقصى حاجه هتعملها انك تبتسم. الفرق بين الها والابتسامه دي هو ده عدوى الضحك اللي حصل في المسرح. لو انت اتفرجت على نفس المسرحيه يومين ورا بعض، وكان في تاني يوم مثلا واحده ست من اللي في فشتهم عايمه، هتلاقي المسرح كله بيكركر، وتلاقي ناس بيضحكوا وهم مش عارفين بيضحكوا على ايه. طب انتوا بتضحكوا على ايه؟ هو انا قلت حاجه تضحك؟ انتوا تعاديتوا من الضحك، هي دي عدوى الضحك. احلى انواع العدوى بقى هي عدوى الخير. فعلا في عدوى في الخير، يعني مثلا لو لقينا واحدة ست شحاتة عجوزة كركوبة غلبانة كده وقاعدة على الرصيف، الناس تمشي من حواليها تتصعب عليها لغاية ما يجي واحد يروح مطلع اللي فيه القسمة ويديهولها، تلاقي أكتر من حد جاي مديها اللي فيه القسمة برضه. والخير مش محتاج إمكانيات. أنا أعرف بنت صغنطوطة أمورة لسه في سنة أولى في الكلية، اتعادت بعدوى الخير دي، عملت مشروع للتكافل الاجتماعي بامكانيات ضعيفه جدا وحاربوها، بس ما قدروش يقتلوا الخير اللي جواها. انا ما انكرش الشر قوي والحقد قوي، بس عظمه ربنا سبحانه وتعالى الخير دايما ينتصر في النهايه. دي مش أفلام، ده بجد. والله بقيتنا كلامها يا هلال، أول ما تطلع في التلفزيون الناس تسيب اللي في إيديها وتقعد عشان تسمع اللي بتقوله. أنا بتهيألي الشر ده كائن غبي جدا، دايما ينهزم من الخير ومع ذلك مصر إنه يكون له وجود في حياتنا. مش لو منه اللي طالع في التلفزيون زمان وسلمت. الله يرحم زمان، والله ما كان يعرف يقول كلمتين على بعض. وانا اللي كنت قايم بشغل الاذاعه المدرسيه كله. هو لسه سعاده الباشا رئيس الحزب ما فضيش، انا يعني بقالي ساعتين قاعد مستنيه. اصل في مؤتمر بتاع البطاله والشباب. البطاله والشباب
وهو الشباب بس اللي مش لاقي شغل؟ امال اللي عدى الخمسين وقاعد عاطل يعمل ايه يعني؟ وهم البهوات اللي جم دول في العربيات ولابسين بدل وكرافتات وطلعوا فوق وزمانهم بيشربوا قهوه وشايبوا القرنفل، هم دول بقى اللي هيحلوا ازمه البطاله؟ ايوه، اصل اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار، والنار ما تحرقش غير اللي جابشها. اتفضل استريح في الاستراحه، اول ما يبقى سعادته هنبلغك. طيب يا مصر،